طالبات الصف الاول الاعدادي نكمل مع بعض حل كتاب جيم الوحده الثالثه الدرس الخامس والسادس. السؤال الاول بيقول لي ماي سيستر لينا هاز جود لونج هير، عندها شعر ايه؟ طويل نقط جلاسز. هنا عايز يقول يعني عندها شعر طويل وعندها نظاره، يبقى انا عايز هنا كلمه ايه يا شباب؟ برافو عليكم، كلمه اند جلاسز. اللي بعده نمبر 2 نادر هاز جود جلاسز، نادر عنده نظاره. بعدين جايب لي نقط بيقول لي هي كان نوت سي فير ويل، هو ما بيشوفش كويس، يبقى ده طبعا عنده نظاره لانه ما بيشوفش كويس، يبقى انا عايز كلمه ايه هنا؟ كلمه ايه اللي هتفسر لي اللي هي كلمه بيكوز. اللي بعده بيقول لي ناصر از نوت جود، مش جيد ات ماس في الرياضيات، هي نوت هي از جود ات انجلش. طالما عندي الاولى منفيه نوت جود والثانيه مثبته جود، يبقى لازم استخدم كلمه ولكن عشان اقول له هو مش جيد في الرياضيات ولكن هو جيد في الانجليزي، يبقى هنا اقول له ايه يا شباب؟ كلمه بات. السؤال اللي بعد كده there was a big knot، يوجد ايه او كان يوجد ايه كبير، and all the men fell in the sea. طيب هنا شباب عايز يقول لك يعني كان يوجد عاصفه كبيره جدا خلت كل الناس يسقطوا في البحر، يبقى هنا كلمه ايه؟ big storm. السؤال اللي بعده my friend has got a knot because he can't walk، يبقى هي كان عندها ايه علشان هي ما بتقدرش تمشي، او هو صديقي يعني كان عنده ايه علشان ما بيقدرش يمشي. طبعا عندنا كرسي متحرك اللي هو ويل تشير. السؤال اللي بعد كده we not a lot of things together، عايز يقول يعني احنا فعلنا اشياء كثير together سويا، يبقى كلمه do. السؤال اللي بعده what is your father، بساله عن والده فبص على الاجابه عشان اعرف اجاوب، قال له he is friendly، ودود. يبقى هنا عايز يقول له يعني طالما عندي is مش does يبقى استخدم like، يبقى هنا بوصفه، يبقى كلمه ايه؟ like. طالما عندي is مش does. اللي بعده بيقول لي i have a friend who cannot walk، انا عندي صديق ما بيمشيش، so i help him to not doors، عشان كده بساعد ان انا ايه كلمه doors ما ينفعش يجي حاجه معاها من الافعال اللي تحت الا كلمه open doors، يعني يفتح له الايه الباب. اللي بعد كده I always not lunch with my family، عايز يقول يعني انا بتناول وجبه الغداء مع عائلتي. كلمه lunch والوجبات كلها شباب عشان اقول يتناول استخدم معاها كلمه have lunch. السؤال بعد كده بيقول لي my cousin has got a funny ايه، هنا يعني عايز يقول ابن خالي او ابن عمي has got a funny، عنده شخصيه مرحه، يبقى كلمه personality. اللي بعده بيقول لي he didn't tell us، هو ما اخبرناش يعني anything about that، اي شيء عن ده. He said it was a ايه، هو قال ايه؟ ان ده سر. كلمة سر اللي هي يا شباب كلمة secret، يبقى هو عرفنا ان ده secret. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول لي can you tell me more about his، يعني تقدر تقول لي اكتر عن، عايز يقول عن شخصيته او عن سماته، يبقى كلمة ايه يا شباب؟ كلمة سمات اللي هي معناها كلمة features، يبقى هنا his features. number two I like reading، انا بحب القراءه، او I like reading books، بحب قراءه الكتب. وجايب لي لويس كارول، عايز يقول بواسطه او اللي كتبت بواسطه لويس كارول، يبقى هنا باي. نمبر 2 she can sing، هي ما بتعرفش تغني. she can swim، هنا منفيه وهنا كان مثبته، يعني هي ما بتعرفش تغني ولكنها بتعرف تسبح او تعوم، يبقى كلمه but she can swim. اللي بعده we like each other not we have the same hobbies، we have the same hobbies يعني عندنا نفس الهوايات. طالما عندنا نفس الهوايات يبقى ده كده بيفسر الجمله اللي قبلها، يبقى انا عايز هنا ايه؟ بسبب اننا عندنا نفس الهوايات يبقى because. السؤال اللي بعد كده بيقول لي I am different not my brother، هنا عايز يقول يعني انا اكون مختلف عن اخويا، يبقى هنا كلمه ايه يا شباب؟ different from. السؤال اللي بعده my teacher مدرس asked me طلب مني asked me to not a poster about a famous person، يعني ان انا اعمل ملصق عن شخص مشهور، يبقى هنا كلمه ايه يا شباب؟ كلمه make a poster. English isn't difficult، يعني الانجليزي مش صعب. a student who studies it hard، اللي على الطلبه اللي بيذاكروه كويس جدا، يبقى هنا كلمه ايه يا شباب؟ كلمه for، يعني مش صعب للطلبه دي. السؤال اللي بعده what do you think not our new English teacher، يعني بيسال برضه انت بتعتقد ايه our new English teacher، عن المدرس بتاعنا، يبقى of. think of think بياخد حرف الجر of. اللي بعده my uncle works not a boat، كلمه boat يعني مركب، بتاخد معاها ايه يا شباب؟ بتاخد معاها on a boat من حروف الجر بتيجي معاها. اللي بعد كده a not is something that you don't want to tell people about، الحاجه اللي انت مش عايز تخبر الناس عنها ولا تعرف حد عنها، ده بيكون سر يا شباب. كلمه سري الحاجه اللي هي محدش يعرفها، لكن secret، يبقى هنا يا شباب secret هو الحاجه اللي انا ما اخبرش حد عنها. اللي بعد كده what does your mother، قال له she has good brown eyes، يبقى هنا بيوصفها بس بكلمه does، يعني عايز يقول تشبه، هنا فعل يا شباب، يبقى انا اقول له ايه؟ what. طالما عندي does يبقى اقول له look like. الصفحه اللي بعد كده عندنا اكسرسايز على الدرس الخامس والسادس، بيبدا معايا بسؤال دايلوج، سؤال محادثه. سؤال المحادثه لازم اقرا المحادثه كلها على مهلي واترجمها قبل ما ابدا احل. طيب عمر بيقول هلو اسلام دو يو لايك سبورت، كلمه دو يا شباب في اول الجمله معناها هل انت تحب الرياضه؟ طالما بتسال بدو لازم اجاوب بيس اور نو، الاجابه عندي بيس،
لما الاقي يس اعمل ايه؟ اعكس الفاعل مع الفعل المساعد، يعني احط الاول اليو بتتحول لاي وبحط دو بعد منها، يبقى يس اي دو. عمر قال له واتس يور نوت، ففي الاجابه قال له ماي فيفورت سبورت، يبقى هنا بيسال عن ايه؟ عن رياضتك المفضله، فبيقول له واتس يور فيفورت سبورت، يعني ايه هي رياضتك او ما هي رياضتك المفضله؟ فاسلام قال له ماي فيفورت سبورت از باسكتبول، وقال له اي ام جود ات ات، انا جيد فيها. فعمر هيبدا يساله سؤال، قال له نوت ار يو جود ات ات، فرد قال له بيكوز، طب ما عندي بيكوز يبقى بسال بايه؟ why، يعني ليه انت جيد فيها؟ قال له بسبب I am tall، ان انا طويل، and I can jump high، يمكنني كمان ان انا نط ايه عالي. سأله قال له do you like it، هل انت بقى بتحبها اللي هي الباسكت بول؟ فطبعا هنا سؤال بدو برضو، هبدأ اجاوب طبعا اقرا الاجابة عشان اعرف السؤال. فقال له في الاجابة I like swimming، يعني يا مستر يعني انا بحب السباحة، يبقى هو ما بيحبش الايه الباسكت بول، يبقى يقول له no اي. بعد كده اسلام بيسال بيقول له هاو اوفن دو يو جو سويمنج، يعني كم مره بتمارس السباحه؟ فطبعا عمر هيجاوب عليه. بعد كده اسلام قال له اوكي ليتس ميت نيكست فرايداي، يعني تمام نتقابل، يلا بينا نتقابل يوم الايه الجمعه اللي جايه. يبقى هو دايما بيلعب او بيمارس السباحه ايام الايه الجمعه. فاقدر اقول له هنا يا شباب اي اولويز، هاو اوفن بجاوب عليها بظروف التكرار، فاقول له اي اولويز جو سويمنج، واقول له اون فرايداي يعني انا دائما بمارس السباحه، ويقول له اون فرايداي يعني يوم الايه الجمعه. السؤال اللي بعد كده، السؤال الاول عندي بيقول هي كانت ووك، هو لا يستطيع المشي، سو هي نيدز ا نوت تو موف، لذلك هو محتاج ايه عشان يتحرك؟ طبعا عندنا كرسي بعجل اللي هو كلمه ويل تشير. السؤال اللي بعده بيقول لي هاو ار ستودنتس ان يور كلاس ديفرنت اي يو، عايز يقول له يعني ازاي الطلاب اللي في الفصل عندك مختلفين عنك. كلمه ديفرنت بيجي معاها حرف الجر يا شباب، طبعا different from. السؤال اللي بعده he likes working، هو بيحب العمل on ايه على ايه؟ he wants to be a sailor، هو عايز يبقى بحار، يبقى بيحب العمل على ايه؟ واحد عايز يبقى بحار يبقى بيحب العمل على القوارب، كلمة قوارب يا شباب اللي هي كلمة ايه؟ boats. اللي بعده the film was not، الفيلم كان ايه؟ I enjoyed it، انا استمتعت بيه جدا، يبقى الفيلم كان ايه؟ عايز يقول كلمة مثير او مشوق اللي هي كلمة exciting. اللي بعده my brother اخويا and I وانا do a lot of things، بنعمل اشياء كثير، عايز يقول مع بعض او سويا، كلمة سويا اللي هي كلمة ايه يا شباب؟ كلمة together. السؤال اللي بعد كده بيقول له my friend صديقي likes not video games، كلمة video games من كلمات بيجي معاها كلمة يلعب video games او بيحب ان يلعب او بيحب لعب الفيديو جيمز، يبقى كلمة playing، لان like بيجي ورا فعل مضاف ing playing video games. السؤال اللي بعده my favorite not are reading and playing video games، طبعا يا شباب هي عايزه الفيديو جيمز والريدنج دول هوايات، وعايزه الهوايات المفضله اللي هي هوبس. الصفحه اللي بعد كده يا شباب السؤال الاول فيها بيقول اي نوت جود جلاسز، بعد كده قال له بات ماي سيستر هاز جود جلاسز، ولكن اختي عندها ايه؟ نظاره. خلي بالك بات هنا بتيجي بين متناقضين، يعني يا مستر هو بيقول اختي عندها نظاره يبقى انا ما عنديش نظاره، يبقى الاولى دي هتبقى ايه؟ اي هافنت جود. السؤال اللي بعده بيقول لي نوت داليا جود any friends in America، ده سؤال طبعا يا شباب. السؤال هنا ابص على الفعل اشوف فعل مفرد ولا جمع، كلمه داليا مفرد وجاي بعدها جوت، يبقى هنا عايز كلمه ايه؟ has داليا جوت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ماريا كان نوت ستوريز، طبعا كان يجي ورا الفعل فينا يا شباب في المصدر، يبقى اول ما اشوف كان بختار فعل في المصدر، مصدر من فعل يكتب اللي هو كلمه ايه؟ رايت. السؤال اللي بعد عندي سؤال كوريكت، السؤال الاول فيه بيقول my grandparents have get، طبعا have يا شباب ما يجيش ورايا جيت لكن يجي ورايا ايه؟ جوت، برافو عليكم، يبقى هاف جوت. السؤال اللي بعده have سمير got a beard، طبعا كلمة سمير دي مفرد ما يجيش معاها have برضه مستر، لكن يجي معاها ايه؟ has. السؤال اللي بعده هاني likes math، هاني بيحب الرياضيات، and he doesn't like art، and هنا ما تنفعش، انا عندي doesn't like وعندي like متناقضات، يبقى استخدم معاهم كلمة ايه؟ but، ولكن هو لا يحب الايه؟ الارت. اللي بعده I like play chess، طبعا like بيجي وراها فعل مضاف له ing، اوعى تنساها معلومة مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات. هنا عشان اقول له يا مستر I like playing، يبقى هنا اشيل play واحط مكانها ايه؟ playing chess، يعني انا احب لعب الشطرنج.